لسه بتكابر يا زهدي؟ راجع نفسك، راجع حياتك كلها، واسأل روحك الشغل اللي انت اشتغلته في حياتك كان صح؟ السياسة لعبتها اللي انت حبيتها كانت صح؟ الحياة اللي انت عشتها مع بيتك ومراتك وولادك كانت صح؟ فينك يا زهدي من قعدتك دي في السجن وبهدلت اسمك وسمعتك؟ فوق يا راجل، فوق واصحى. اللي جرى لك ده كان ألم خفيف على وشك، ممكن قوي لو اتصرفت بغباوة الألم ده يبقى قطع رقبة. خلي بالك يا زهدي واصحى وفوق وخلي بالك. أنا مش عارفة ابتدي منين. واضح إن الموضوعات كلها دخلت في بعضها. شوفي بقى اللي يجي على لسانك قوليه على طول. أستاذ نصر، أنا قصدت إني أقابلك هنا في النادي لأسباب كتيرة قوي، أظن إنك تعرفها. عارفها وبحترمها كويس قوي. وبعدين يا ستي خليني أوفر عليكي وعلى نفسي كل المقدمات. لا أنا ولا أنتي من النوع اللي بيعرف يقول كلام معسول، وفي نفس الوقت ما بنعرفش نلف أو ندور، ويمكن تكون هي دي ميزتنا وفي نفس الوقت عيبنا. أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت فعلا تقدر تفصل بين شغلك في الصحافة وبين صداقتك؟ قصدي يعني بين ألمك وبين قلبك؟ هي مش سهلة، لكن متهيألي إن أعرف أعملها كويس قوي. حتى لو كانت الظروف دي أقوى منك؟ شوف يا أنوار، الإنسان المحترم يعرف يهرب من أي ورطة زي دي في أي وقت. وبعدين أنا كلمت أسامة من أول يوم، قلت له الجورنال ملوش علاقة بالحزب ولا بالسياسة بتاعته. يا ترى قدرت تفرد شرطك ده بعد اللي حصل لبابا وكان وراها الباشمهندس أسامة؟ قدرت يا أنوار. يا ترى هو عارف إنك حاولت تزور بابا في النيابة؟ تعالي اتفضلي اقعدي. اتفضلي. يا ستي ولاد الحلال كتير قوي، بس انا ما يهمنيش مين اللي قال ولا حتى قال له ايه. انا كل اللي كان يهمني اني اوضح موقفي بكل هدوء لزهدي بيه، بس للاسف. طب ايه رايك ان ماما هي اللي اقترحت عليا ان انا اقلك؟ معقوله؟ لانها حست انك صادق في مشاعرك، وكمان باهر اخويا قالها نفس الكلام. أنا مبسوط قوي بالكلام اللي بسمعه ده، وبشكر مدام ليلى على حسن ظنها، بس في حاجة مهمة قوي لازم تعرف فيها أنوار. حاجة إيه؟ إيه رأيك بقى في اقتراحي؟ كويس قوي إن أنوار وافقت، بس يا رب تقدر تقنعه، أصل ناصر ده مش سهل أبداً. أنت كده خدمتي بنتك، كانت متعلقة بيه من بعيد لبعيد، شايفاه بقى مارد، لكن جايز لما تقرب منه وتتكلم معاه تغير رأيها في حاجات كتير. أنا متشكرة قوي يا شوشو. شوشو؟ ما تشوفي لي اسم ده لاخر شوشو ده. ايه ده؟ هو خدها ورايح على فين ده؟ انا مستعد اطلب ايدك فورا، بس زهدي بيخرج من ازمته. يبقى تحاول تساعدنا انه يخرج على قد ما تقدر. انا ما عنديش اي مانع، بس زهدي بيه اكتر واحد يقدر يساعد نفسه. يا جماعه من فضلكم الهدوء. انا عارف انكم زعلانين بسبب اسلوب ناصر في ادارته للجريده. في الحقيقه انا قابلته واتكلمت معاه، لكن انا متاكد انكم عارفين ان فيه بيني وبينه عقد بيديله كل الحريه في رئاسه التحرير، وانا بحترم هذا العقد لان الجريده كيان مستقل عن الحزب. اسامه بيه، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله معروف، لكن اللي حضرتك مش عارفه كويس ان نصر على علاقه باسره زهدي، وحاول يتودد لهم اكتر من مره، مش بعيد تلاقيه في نفس الجورنال اللي احنا تعبانين فيه ومساهمين فيه بيهاجم اسلوبنا وبيدافع عن زهدي. فعلا ده موقف غريب جدا، احنا محتاجين الجريده صوتها يبقى معانا مش ضدنا. لازم نعترف ان ناصر نجح الجريده، حتى انا فكرت من عائد ارباحها نعمل جريده تانيه صغيره تاخد الخط السياسي بتاعنا، مع ان اي كلمه بيكتبها ناصر بيكون ليها مفعول السحر. اسامه بيه، ده لما كان محايد. يعني اقفل الجريده بعد ما نجحت وبقى لها وجود وانتشار؟ ده مستحيل، حتى لو دفعت لكم حصصكم. انت كده يا اسامه بيه تبقى بتفكر بعيد عننا ولوحدك، وده شيء يخوفنا منك. طولوا بالكم، احنا لسه قدامنا مشوار طويل. والحقيقه الاخ ناصر في اخر اجتماع كنت معاه فتحني في فكره الجريده الثانيه وانا اقتنعت. لكن ده كلام غير مقنع بالمره يا اسامه بيه، لان زهدي عنده جريده الحزب الاساسيه وبيقول فيها كل اللي هو عاوزه، ومش معقول نسيب جورنال كبير ومقري ونروح نعمل جريده صغيره محدش يعرف عنها اي حاجه.
بصراحه يا جماعه انا بأيد كلام الاستاذ لمعي، لان مش عيب ابدا ناصر يدينا صفحه ولا اتنين ننشر فيها مواضيعنا. لاحظوا يا جماعه ان كلامنا كله بقى حوالين الجريده واخبارنا، والاهم من ده كله فين شغلنا؟ فين نشاطنا؟ وبالمناسبه انا قدامي اقتراح مقدم من درويش بيه نائب رئيس الحزب بيطلب الانضمام لجناحنا. يا ريت نناقش النقطه دي دلوقتي. يا اسامه بيه، الجورنان هو اللي هيوصل صوتنا وشغلنا للناس، لان احنا لو عملنا نشاط مش معقول هنلف وندور على البيوت ونمسك طبله زي المسحرات. الجورنان اهم موضوع لازم نحسمه دلوقتي. لا يا ناصر، لا لا. ليه يابا؟ لان اللي بتفكر فيه مش طريقك ولا سكتك. بقى انت يا ابو المفهوميه تغير رايك في زهدي بالسرعه دي، وعاوز تستقيل من الجورنان اللي تعبت وشقيت فيه طول عمرك لمجرد ان انوار جت كلمتك وطيبت خاطرك؟ لا يا ابني لا. معقول يابا؟ معقول ونص. لا زهدي جديد عليك ولا الست حرمه، يبقى ايه اللي جد عليك؟ يعني انوار متورطه معاهم في الفخ اللي منصوب لي؟ البنت بريئه ومسكينه، واخدينها طعم يصطادوك بيه. فاكر اخر مره جيت لي هنا قلت لك ايه؟ الدنيا زي الغيط، تزرعها بلح تديلك بلح، تزرعها قمح تديك قمح، وكل ارض ولها زرعها. والفلاح الشاطر عارف يزرع ايه وليه. وبنت زهدي شكلها جميله، لكن انت هتاخدها من ارضها، هتحطها في ارض غير ارضها، وعشان تكبر وترعرع لازم تزرعها في الموسم بتاعها وفي ارضها. يا ابني الراجل القوي مش اللي يضرب دماغه في الحيط عشان يكسرها، اللي يجيب مسمار عشان ينخور بيه في الحيط. وانت طول عمرك عافيتك في دماغك مش في دراعك. يعني ما ردتش على كلامي يا ناصر يا ابني؟ مش عارف ارد اقول ايه يابا. بصراحة ربنا أنا كنت جاي وناوي أقدم استقالتي وأسيب الجورنال عشان الحرج اللي أنا فيه. وترجع تشتغل مع زهدي ومراته اللي أنت طفشت منهم زمان، ويجوز تتهور وتدافع عنها، وأنت اللي تعرفه عنهم محدش تاني يعرفه. يجوز تكسب زهدي وبنت زهدي، لكن في الوقت ده هتخسر كتير قوي يا ابني. كفاية إنك هتخسر ناصر اللي أنا أعرفه كويس قوي، واللي البلد كلها عارفاه وبتحلف بحياته. يعني اعمل ايه بس يابا؟ انا اللي ياما نصحت ناس كتير، دلوقتي بدور على اللي ينصحني. وماله يا ابني؟ الواحد طول ما هو ماشي شايف الناس لكن مش شايف نفسه. طب وانوار؟ شوف كانت بعيد عن امها وابوها قد ايه، وعايشه غريبه في البيت زي انت ما قلت لي، ودلوقتي اديك سمعت كلامها بنفسك وقلبها الملهوف على ابوها. يعني مهما اشتريتك قدام ابوها تبيع. يا ناصر يا ابني انا عارف ان كلامي ده مش سهل عليك، بس انت اللي عملت كده في روحك. طول عمرك بتوزنها بالجرام، وجاي دلوقتي توزنها بالطن. هو عمر الذهب يبقى خردة؟ انا متضايقه قوي، متضايقه قوي يا دكتوره منيره، ان انا كلمت ناصر وعملت اللي ماما قالت لي عليه. متضايقه قوي ان انا اول مره قابله كذبت عليه، بس انا كنت عايزه اساعد بابا باي شكل. انا عارفه يا حبيبتي، عارفه انك ما تقصديش. وعلى فكره ناصر عاقل وكبير ولا يهمك، كمان انا هصلح لك كل حاجه، بس انت بطلي عياط واشربي، اشربي حاجه ساقعه، اشربي حبيبتي، مسحي دموعك وبطلي عياط بقى. ها قوليلي بقى يا حبيبتي. تحت امرك يا دكتوره. هي ماما عارفه اني جايه هنا؟ لا طبعا. كده احسن برضو، لان ليلى ممكن تشك ان انا ممكن استغلك في الانتخابات ضدها. لا يا دكتوره، مش حضرتك اللي تعمليه كده. فعلا يا حبيبتي، طز في الف منصب وفي الف نجاح على حساب قلبي بريء وطاهر زي قلبك. عارفه يا دكتوره، انا ماليش دعوه بالانتخابات، بس لو كان ليا صوت كنت اديتهولك بدون تفكير. مش عشان بكره ماما، لا، بس عارفه وواثقه حضرتك تقدري تعملي ايه للناس.
مش واخده كده الانتخابات مظاهر. يا زوجي ازيك يا حمدي؟ اتفضل. شكرا. اتفضل. ها ايه الاخبار يا حمدي؟ طمني. هانت يا زهدي بيه. انا وفريق العمل اللي معايا اشتغلنا ليل نهار عشان نقدر نخلي صوره حضرتك بكره قدام النيابه تبقى كويسه. اللي قدرنا نسدده وسددناه، عايزين نوصل للنتائج بتاعتنا باقل خسائر ممكن. حمدي انت ما عندكش فكره العذاب اللي انا فيه هنا. انا بموت كل ثانيه وانا فيها هنا في الحبس الاحتياطي ده، ما بالك بقى بالحبس الدائم. ان شاء الله النيابه هتفرج عن حضرتك بكره بكفاله، وده هيدينا فرصه كويسه نراجع اوراقنا. كفاله واسمي وسمعتي. في حمله صحفيه هايله في اكتر من جورنال، والبركه بقى في الاستاذه ليلى والانسه شروت، مع ان النيابه ملهاش دعوه بالصحافه وباللي بتقوله نهائي، بل بالعكس. جرايه يا حمدي، انت جاي تطمني ولا تخوفني؟ لا بطمن سيادتك، ان شاء الله خير. يعني اعمل حساب ان انا هخرج خارج ان شاء الله؟ ده حتى القضيه ابتدت تاخد شكل جديد قدام الراي العام. ربنا يستر. ايه يا عاطف في ايه؟ قلقتني بكلمك في التليفون. لان الموضوع مش سهل يا صاحبي، ده ممكن يبقى فضيحه بكل المقاييس. طب اقعد كده وفهمني كل حاجه بهدوء. اقعد يا سيدي. السنيوره اللي اسمها شروت صاحبه ليلى راحت كلمت كذا صحفي من بتوع الجرايد اللي بتطلع تحت بير السلم، وبعتت له تذاكر سفر لشرم الشيخ واقامه. لا وايه؟ بوكيت ماني، مصروف جيب. وكل ده ليه؟ عشان تبيض وش زهد بيه وتاثر على الراي العام. وبرضه نرجع ونقول للاسف الجرايد دي محسوبه على الصحافه. طب واحنا هنعمل ايه؟ لا انت بالذات تقدر تعمل كتير. انا جبت لك اسامي الصحفيين اعضاء النقابه، والست بتاعت العلاقات العامه والزملاء بلعوا الطعم وهيسافروا النهارده. بس الاسماء دي فيها ناس انا واثق 100% انهم ما يعرفوش اي حاجه، لكن محدش يقدر يمنعهم من السفر. لا طبعا، لكن اللي عايز يسافر يتفرج يسافر على حساب جورناله ويبقى فاهم الملعوب. دي بسيطه، انا هكلمهم في التليفون واقول لهم على كل حاجه، وبكده يبقى عملنا اللي علينا. مش كفايه، انت بعد اذنك تكلم الاستاذ زكريا عياش سكرتير النقابه وتدخله في الموضوع. طب بعد اذنك يا عاطف اسمعني وركز معايا كويس قوي. انا جات لي سفريه سريعه 72 ساعه لاسبانيا، بس الظروف زي ما انت شايف، لكن المؤتمر مهم. مؤتمر ايه؟ عن العلاقه بين الاعلام والاعلان. من ساعه الاعلام ما دخل في الاعلان والحكايه بقت سداح مداح ومحدش فاهم اي حاجه، والصحفيين بقوا مندوبين اعلانات. بس اللي انا خايف منه اسافر من هنا واللي اسمه اسامه يرمي اخبار كده ولا كده في الجورنال. عيب يا نصور. ولا صفحة يا عاطف إلا ما تشوفها بنفسك وتقراها كلمة كلمة، وأنا هكلم الأخ سامح مدير التحرير وأقول له على كل حاجة. إحنا منسجمين مع بعض ومفيش أي مشاكل. كده يبقى أقدر أسافر وأنا مستريح، بس قبل كل حاجة لازم أكلم سكرتير نقابة الصحفيين وأقول له على كل حاجة عشان الأمور تبقى واضحة. أيوه حسين، وصلني بنقابة الصحفيين لو سمحت. شروت أنا كده أوكي؟ ما شاء الله قمر. انا خايفه الصحفيين يسيبوا الكلام اللي هتقوليه ويقعدوا يتغزلوا بجمالك. المهم كل الصحفيين اللي دعيناهم جم؟ معظمهم وصلوا، انا لسه مكلمه الريسبشن. بس في موقف غريب حصل. موقف؟ موقف ايه ده كمان؟ طارق ابراهيم ورضا سليم الاثنين دول من الجرايد القوميه طلبوا من الريسبشن ان هم ينزلوا على حسابهم، ورفضوا دعوتنا ليهم مع انهم كانوا موافقين. يبقى اكيد غيروا رايهم، جات لهم تعليمات من مصر. مش عارفه ليه واخدين الموضوع بحساسيه، جايز خايفين يتاثروا بدعوتنا ليهم. على العموم مش مهم، عادي انا اتجاهلت الموضوع، المهم يغطوا المؤتمر. لا يا شروت كده مش هتبقى تغطيه، دي هتبقى تعريه وممكن يصطادولنا اي هفوه. دول بقى بالذات انا ما اقدرش اعمل معاهم اي حاجه، لازم اتعامل معاهم بمنتهى اللطف واحاول اتصرف معاهم بمنتهى الذكاء واخليهم يكتبوا كل اللي هم عاوزينه، واحاول ارحب بيهم بمنتهى المبالغه قدام بقيه الزملاء. في حد حط مناخيره في المؤتمر وعايز يبوظ لنا كل شغلنا. يا خبر ابيض بقى، لو كان المؤتمر ده في القاهره كانت بقت حكايه. لا انا خلاص بجد اعصابي باظت. لا لولا بقولك ايه، اهدي خالص، لازم تباني ان انت قوية ومتماسكة وواثقة في نفسك، لحسن كل حاجة عملناها عشان صالحنا تتقلب ضدنا. وخليل ده عمل ايه ولا ممكن يعمل ايه؟ هو فين اصلا؟ انا اسفة قوي يا ليلى، بس اسمعيني كويس، استاذ خليل ده لازم يبعد.
ده رئيس تحرير جريدة الحزب وكل الناس عارفة كده. بعد إذنك يا ليلى، أنا خليته ينزل في أوتيل تاني لوحده خالص، وبصراحة كمان كلمته في التليفون وقلت له لو عاوز تنزل مصر انزل، مفيش داعي يظهر في المؤتمر ده نهائي. ينزل إزاي مصر يا شروت؟ أنا هبعت له شغل المؤتمر كله بالتفصيل أول ما نخلص. إيه؟ مالك؟ في إيه؟ صداع، صداع هيفرتك دماغي، أنا حاسة دماغي هتنفجر. لا، دي جريمة، جريمة. في إيه يا أستاذ عاطف؟ الموضوع الرئيسي بتاع الجورنال فيه كلام متغير، وفي موضوع نزل في صفحة 5 من غير ما أشوفه. أكيد في حد لعب في الجورنال وهو في المطبعة. أوقفوا المكنة بسرعة، بطلوا طبق. كده يا لالا ترعبيني عليكي وانت زي الفل اهو. اعمل ايه بس يا شروت، جالي صداع فظيع، ضغطي نزل في الارض فجاه. الدكتور قال لك شويه ميه قرص اسبرين واي حاجه مخلله. احنا قدامنا قد ايه؟ احنا المفروض ننزل دلوقتي. طب ما تنزلي تبصي على القاعه كده وتشوفي ايه الاخبار. اوكي. انا لسه طالعه من تحت دلوقتي وجهزت لك كل حاجه، اما عملت شويه شغل بالصداع اللي جالك ده، انما ايه، مية مية هتنزلي ان شاء الله تلاقي كل الناس متعاطفه معاكي مقدمه. اعملي كل اللي تقدري عليه يا شروت، انا عايزه المؤتمر ده كده يهز الدنيا، الكل يتكلم عنه. انا جايبه كاميرا فيديو، هعمل نسخ لكل المحطات واوزعها بعد المونتاج، يعني اقدر اقول لك مبروك مقدمه. يا رب. عاجبك كده يا عم مصطفى؟ ناصر يقول ايه عني لما يرجع؟ ما عرفتش احافظ على الجورنال في غيابه. وحياتك يا بيه، انا عملت المستحيل، انا غيرت زنكات جديده. سعادتك عارف ان المطبعه دي مش بتاعتنا، ولو تاخرنا شويه في الطبع بيبقى فيها سين وجيم. انا اللي غلطان والمسؤوليه مسؤوليتي. بعد اذنك يا بيه، انا قريت الكلام اللي نزل وما لقيتش فيه حاجه. يا عم مصطفى، مسؤوليتنا نحافظ على الجورنال وما فيش سطر واحد ينزل بدون علم رئيس التحرير، هي دي الاصول. يعني نعمل ايه دلوقتي؟ أنا اللي هعمل، لأن الجورنال فيه جواسيس ولازم أعرف هما مين. خطوة هايلة يا باشمهندس، مش معقول يبقى الجورنال جورنالك ويحرمك رئيس التحرير تتكلم عن شغلك ومشاكلك. أنا زعلان من نفسي قوي إني عملت كده، لأن الخطوة دي ممكن تخليني أخسر ناصر وهو اسم كبير ومحترم. يا سيدي تقدر تحلها معاه بشكل ودي وتقول له إن أنت كنت مستعجل جدا على الخبر، وواحد غبي أخدوا منك على المطبعة دغري من غير ما يعديه على سكرتير التحرير أو الديسك المركزي للجورنال. ناصر ما يدخلش عليه الكلام ده مدام. الجورنال نزل وخلاص، هيعمل إيه؟ الظاهر إن أنا اللي لازم أعمل. طب هتعمل إيه يا ريس؟ هدور على كبش فدا يشيل الليلة. طب زي مين؟ أي حد من المطبعة، حد من المحررين، واتفق معاه على كده ومن وراهم أبقى راضيه بأي طريقة. أديك حلتها بمنتهى الذكاء. لسه يا أستاذ محمود بحاول أحلها أهو. هيا يا فؤاد، أنا زعلانة منك، أنت ليه ما جيتش الحفلة بتاعتي؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت عارف إن الأستاذ فؤاد ما رضيش يجي الحفلة ليه؟ ليه؟ لأنه رافض الفيلم اللي اتعمل، بيقول إن في مشاهد سخنة هو مش راضي عنها ورنا أصرت تعمله. آه، وجايز يكون خايف كمان لا تغطي عليه، خصوصا بقى انه في الفتره الاخيره بعيد عن الساحه، يعني لا الحان ولا موسيقى تصويريه ولا حفلات، كانها راحت عليه يا اخي. في البدايه برحب بكل الزملاء الموجودين، وفي الحقيقه المؤتمر ده ملوش اي علاقه بالتحقيقات اللي بتتعمل اليومين دول مع زهدي بيه، لاننا في الحقيقه واثقين في كلمه القضاء جدا. ده الموضوع اللي شاغل الناس، امال احنا جايين هنا ليه؟ بعد إذنك يا مدام ليلى، إحنا جايين عشان موضوعات تهم البلد كلها وأولها نهر النيل العظيم. الأستاذة ليلى عندها مشروع قومي لحماية النيل، إن إحنا ظلمناه كتير قوي وآن الأوان إن إحنا نصلحه قبل ما يغضب علينا. يا أساتذة، أنا ملاحظة إنكم عندكم أسئلة كتير، طبعاً ده شغل الصحافة وأنا بحترم شغلكم جداً، وأنا مستعدة أرد على جميع الأسئلة اللي عندكم. بعد إذنك، المؤتمر ليه جدول أعمال. من فضلك يا مدام، يا زميلة، المؤتمر الصحفي ما فيش فيه جدول أعمال ولا خريطة، المؤتمر بتكله رسالة واحدة فقط، الرد على الأسئلة. مش هنختلف على المسميات يا أستاذة،
يا جماعه انا تحت امركم. مش هينفع كده يا ليلى، الموضوع شكله مش نافع خالص في مجموعه من الصحفيين متربصين للمؤتمر. امال بتوعنا فين؟ بعد اذن مدام ليلى ممكن نعرف وضع الحزب ايه مع وجود زهدي بيه في الحبس الاحتياطي؟ حضرتك جاوبتي بنفسك على السؤال، حبس احتياطي يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وزهدي ما عملش حاجه، اي رجل اعمال بيبقى عليه مديونيات وفلوسه كلها في السوق، وانا واثقه من براءه زهدي ان دي وشايه لتشويه اسمه وسمعته. من مين بالظبط؟ من اعداء النجاح اللي عايزين ياخدوا الحزب على الجاهز بعد ما وقف على رجليه. يا استاذه احنا بنصرف على الحزب من جبنا. احنا عارفين ان حضرتك نائب رئيس الحزب، يا ترى حضرتك انت اللي بتدير الحزب في غياب زهدي بيه؟ اشكرك على سؤالك بس دي امور بديهيه. طيب ممكن نعرف ملامح عن مشروعك المهم عن نهر النيل؟ زملائي في جمعيه شريان الحياه طلبوا مني اني ارشح نفسي لرئاسه الجمعيه. في الحقيقه انا في الاول رفضت ان الحكايه مش منصب والسلام، لكن بعد ما عملت برنامج قومي لانقاذ النيل غيرت رايي. وعلى فكره البرنامج ده هيتوزع عليكم بعد المؤتمر. كان المفروض ناخد البرنامج نقراه عشان نناقشه، لكن بعد المؤتمر هنعمل بيه ايه؟ الزميله عندها حق، في الحقيقه البرنامج اتاخر في المطبعه وانا اللي مسؤوله عن الغلطه دي. برافو يا شروت، البنت دي واضح ان ناصر هو اللي زيها. فعلا عندك حق، انا بقول كده برضو، بس دلوقتي بقى جه وقت المفاجاه اللي هتخلص كل حاجه زي ما احنا عايزين. من فضلك يا استاذه. لو سمحت انا بس كنت، لو عندك سؤال الاولويه للاساتذه اللي موجودين، حضرتك جايه متاخر. انا مش صحفيه، انا من جمعيه شريان الحياه، ومعايا هنا في المؤتمر وفد من الجمعيه. احنا عرفنا برنامج الاستاذه ليلى وبنطالبها قدام كل الموجودين بترشيح نفسها لرئاسه الجمعيه اللي في الفتره الاخيره خدماتها بقت رمزيه خالص. ده مش كده وبس، ده كمان في مخالفات ماليه صريحه. عارفه يا زهره ايه ده، احنا يا بنت جالنا الحظ والسعد والهنا. ياه الحمد لله يا رب. أنا وأنا قاعدة بدردش مع عم الجرار عرفت منه إن البلد اللي إحنا فيها دي أغنى بلد في العالم. يا شيخ؟ أيوة. وعشان كده فكرنا إن إحنا نعمل هنا مشروع، وأكيد هنكسب ونكسب ذهب كمان. مشروع إيه؟ مدرسة رقص شرقي. أيوة نعلم فيها الرقص الشرقي، وساعتها بقى المكسب للصبح. طيب ولادنا واهلنا وناسنا اللي احنا سايبينهم في مصر دول وما يعرفوش عننا حاجه، شوش هنعمل معاهم ايه؟ ما هو يا زهره احنا بعدين نبقى نطمن على اهالينا وهم كمان يطمنوا علينا، لكن احنا لو كلمناهم دلوقتي يعني هنبقى بوظنا كل حاجه وخرجنا ساعتها من الجنه اللي وصلنا لها. ربك والحق بقى، ربنا ده بيسبب الاسباب. ونعم بالله. بعد الخسائر اللي خسرناها في لندن وادينا اهو رجعنا ايد ورا وايد قدام، متهيألي ان هنا بقى ربنا هيعوضنا كل اللي جرى لنا هناك. بقول لك ايه، هو انت وعم الجرار عملت لكم كروزه في البلد يعني لفيت لكم جوله حلوه كده؟ اخصى عليكي الجوله. قال ونقدر يا بت قعدت بخطوه واحده من غيري، ده انت وش السعد والخير كله. طب قولي لي عم الجرار وهو قاعد بيتكلم معاكي عارف ايه اللي بيدور في دماغك؟ طبعا دي فكره مدرسه الرقص الشرقي دي، هو اللي اقترحها عليا. يا نهار ابيض. ايوه عارفه ليه؟ عشان احنا يا بنت بنفكره بالذي مضى ايام ما كان عايش مع العرب. خلاص نتكل على الله بقى ونحط ايدينا في ايديه. هو احنا كنا جايين هنا ليه؟ ما هو كنا جايين عشان لقمه العيش. بالظبط انت كده وصلتي للنقطه الصح، احنا جايين هنا عشان لقمه العيش وخلاص، اهي خطوه وهناخدها وهنخسر ايه يعني اكتر من اللي خسرناه. اهي يا صابت يا خابت، يا صابت يا اتنين عور. ياه ده انا هلكت خلاص، بس بصراحه انا خايفه قوي من اللي حصل ده. معقول يا لولا بدل ما تفرحي ونحتفل بنجاح المؤتمر بتقولي الكلام ده؟ ما انا قلقانه من اللي هتكتبه الجرايد التانيه. وحد يكره يكون حديث المجتمع كله والبلد كلها؟ ما هو اصل ممكن يكتبوا ضدنا ويورطونا، وبدل ما نطلع زهدي من ورطته نورطه اكتر. طب
طب واذا حصل بقى العكس؟ ده انا بصملك بالعشره. لا انا مش عاوزه بصمه، انا عاوزه الامضة في دفتر شيكاتك الحلو. احنا مش بنلعب لوحدنا، كل شيء بتمنه. ليلى زهدي تفجر اكثر من مفاجاه في مؤتمرها الصحفي الهام. انا الرئيس الحالي للحزب، شكرا لمن رشحوني لرئاسة جمعية شريان الحياة، وبرنامجي لإنقاذ النيل جاهز. يا أحمد، الشغل بتاع المدام جالي من شرم الشيخ، والصورة هتلاقيها على الإيميل. المادة اللي عندي تعمل صفحة، تعالى عشان نرسمها سوا وناخد منها حاجة للصفحة الأولى. يلا بسرعة مفيش وقت. احنا نربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه، حتى لو زعل الحمار. الست ليلى دقت طبول الحرب ضدي وبشكل مباشر. غريبة قوي، بدل ما تشوف جوزها هيخرج ازاي من السجن عمالة تضرب هنا وهنا. ده اسلوب يا انهار. الناس اللي زي ليلى تقولك الهجوم احسن وسيلة للدفاع، عشان ما تحبش تبان انها ضعيفة او مهزومة. يعني حضرتك ناوية تسيب لها الجمعية؟ مش عايز ادخل في حرب ضدها، كفايه اختي واللي جرالها. والله الواحد ما هو عارف اذا كانت عايشه ولا لا. يا دكتوره اكيد عايشه باذن الله. ما عندكيش فكره الكلام اللي قالته ممكن يسبب لها ضرر قد ايه. بس هي قالت كلمه الحق، ما هو مش معقوله كل ما يحصل حادثه في اوروبا يبقى وراها واحد عربي. تعرفي يا انهار، انا مبسوطه قوي بالكلام اللي هي قالته، بس في نفس الوقت خايفه عليها خالص، خصوصا بعد ما عطلوا في السفارة التأشيرة عشان أسافر لها، خفت عليها أكتر. طب ممكن بقى أخرج حضرتك من همومك دي شوية وأشركك معايا في مشكلة خاصة بخالي؟ بصراحة يعني ما لقيتش حد غيرك علشان ألجأ له. اتفضلي قولي يا انهار. بعد ما خالي سافر الجماعة بدأوا يغيروا في الموضوعات، والسكرتير بتاعه هو اللي قال لي، وأنا بصراحة خفت أقول لخالي لما اتصل بيا في التليفون. هو خالك هيجي إمتى؟ النهاردة، يعني في نفس الوقت اللي هتكون الدكتورة صباح مسافرة فيه، علشان كده جيت لحضرتك. معقولة؟ نصر يجي وصباح تسافر في نفس الوقت؟ هو حضرتك خايفة لا يقابلوا بعض؟ يعني خايفة ومش خايفة. ازاي؟ اصل صباح قررت انها تسافر لما لقت ان نصر مش متجاوب معاها، يعني بصراحة كده مجروحة منه. ما هو علشان كده انا نفسي يتقابلوا، لاني متأكدة ان هيحصل في الامور امور. يعني لو ارتبط بصباح مش هتزعلي على صاحبتك انوار؟ بصراحة أنا مش عاوزة خالي يرتبط بأنوار لأسباب كتيرة قوي، وحضرتك عارفاها كويس. هو إيه اللي بيحصل حوالينا ومعانا ده؟ بقى اللي نحبهم يحبوا غيرنا، واللي نهرب منهم نبص نلاقيهم قدامنا، واللي نخلص لهم يطعنونا في ظهرنا، واللي نقف جنبهم العمر نبص في لحظة نلاقيهم بعيد وسابونا وباعوا عشرة العمر بأرخص الأتمان. ياه ياه يا نهار على الدنيا واللي فيها. أنت ست عظيمة قوي يا دكتورة، واللي زيك لا يمكن ربنا يخذلها أو ينصر عليها واحدة زي ليلى. الست ليلى عايزة تاخد مني الجمعية اللي أنا عملتها من الصفر. الهانم فاكرة نفسها إن هي اللي هتدافع عن نهر النيل. طب ايه رايك بقى ان انا احسب لها الجمعيه واخليها هي رئيستها ونشوف هتعمل ايه؟ وانا عشان بحب النيل فعلا هشتغل وانا بره الجمعيه، وهنشوف في النهايه مين فينا اللي هيكسب. ميه ولا دموع؟ وده حزن ولا خشوع؟ يا نهر مالك حزين، موجك انين موجوع.
وريني شطارتك وريني اتعبني بنارك وكويني وريني شطارتك وريني اتعبني بنارك وكويني مش قد غرامي ولا عيوني هتشوفي يا حبيبي وتتعلم وهترفع رايتك وتسلم اوعى اوعى ترفض يا فؤاد مفيش حد هيحارب الفن الهابط غير الفن الحقيقي انا مش عارف ارتبطت برانا ازاي ومش عارف اسيبها ازاي دلوقتي وابني في بطنها تخيلي ابني اللي تمنيته من الدنيا دي كلها ما جيش غير منها هي معلش يا فؤاد حكمة ربنا يعني تصور ان النور ما يطلعش غير من وسط الضلمة والمية المالحة تلاقي في قلبها مية حلوة على رأيك قوليلي نعم هتعملي ايه مع ليلى في موضوع الجمعية لا انا لا يمكن اقف قدامها لانها هتفتكر ان انا واخدة الجمعية لحسابي انا الشخصي وتيجي بقى قدام الناس وتبقى بطلة ايوه بس انت اللي عملتي الجمعيه دي ايوه وانت كمان اللي عملت رنا انا اسفه انا اسفه يا فؤاد اسفه بس خايفه عليك انا خايفه عليك رنا دي هتهدم اسمك وهتهدم تاريخك بالحاجات اللي بتعملها الهبطه باسم الفن تفتكر انا موافق على الحاجات دي مش كفايه انك تكون مش موافق عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اروح اقول للناس مش كده؟ عايز اقول لك على حاجه نعم بالنسبه لي انت الناس كلها انا الناس يا فؤاد بأمارة ايه؟ بأمارة بيتنا اللي انت ما بتجيش تقعد فيه ولا دقيقه ولا بشوفك خالص ده لولا ان في بيننا وبين بعض شغل واوبريت بنعمله ما كنتش شفتك خالص يا فؤاد منيره نعم انت مالك؟ فيك ايه؟ انا عمري ابدا ما شفتك بالضعف ده دي طول عمرك قويه قويه انت اللي بتقول قويه يعني ايه قويه فؤاد انا مهما كان انسانه وست عارف يعني ايه ست مش عارف اقول لك ايه المفروض ان انا جاي هنا عشان افضفض لك تبي تقولي لي الكلام ده يا منيره انت بالنسبه لي رحله العمر كلها من اولها لاخرها اما انا دي مجرد محطه حتى راح اجيب منها ابني محطة للأسف محطة ونزلت فيها ونسيت نفسك وبقيت حتى مش عارف انت رايح على فين ايوه عندك حق انا فعلا مش عارف رايح على فين انا لازم اسأل نفسي السؤال ده انا رايح على فين انا لسه فيها يا دكتوره فكري كويس وممكن نلغي الحجز ونرجع البيت ودار ما دخلك شر انا مش قادره اتصدق يا هاشم انت جاي تقول لي الكلام ده وانا في المطار انا خلاص اتفقت على السفر يعني كلامك ده ملوش اي لازمه انا عارف انت مسافره ليه هيكون ليه زي اي دكتوره في العالم رايحه اقول محاضرات وهرجع تاني على طول الله انا اسف انا اللي اسفه يا هاشم بقول لك معاك الموبايل بتاعك هتكلمي الدكتوره منيره بصراحه انا مش عايزاها تيجي وتتعب نفسها الحكايه يعني مش مستاهله انا مسافره كام اسبوع وراجعه على طول ولو عاجبك بقى الجو هناك صدقني يا اخويا مش ههاجر ولا حاجه وبعدين انا يا حبيبي رايحه اجيب لك كاميرا حديثه عشان تنفعك في شغلك ولا انت بقى مش عايز طبعا عايز بس لو على حساب غربتك وانك تبقي لوحدك بعيد عننا الله الغني عنها وتيجي وقت ما تيجي طب يلا انوار ايوه يا حبيبتي الحقيقة أنا كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع مهم جدا المطار هو حضرتك رايحة المطار ليه؟ صباح مسافرة؟ كل حاجة كده هتروح مننا احنا خلاص ضيعنا
ضعنا بقول ضعنا. في ايه؟ في ايه يا لولا؟ النيابه جددت حبس زوجي 15 يوم على ذمه التحقيق. ازاي بس؟ ده المحامي اكد ان هو خارج النهارده. هو ده اللي حصل بقى. يا جماعه الموضوع كده شكله مش سهل ابدا. انا ماشي. تعالى هنا، سايبنا في اللي احنا فيه ده. هروح في اي حته. الو. ايوه نهار، انا اسف ان انا بكلمك دلوقتي، بس انا عايز اشوفك ضروري. عايز تشوفني؟ بس انا رايحه المطار. ايوه يا نهار. لا طلع المطار دلوقتي. لا مفيش حاجه، طلع المطار بقولك. هو ايه حكايه المطار معانا؟ انا كمان طالعه لهناك. الدكتوره منيره مدياني بميعاد هناك. فصلت السفر مش الوصول. خلاص يا سبوحة، كل حاجتك جاهزة؟ باسبورك وتذكرتك؟ كله تمام، كله هنا في شنطتي. ما تخافيش يا دكتورة، دي قاعدة توضى بشنطتها بقالها أسبوع. مستعجلة قوي على السفر يا صباح. أنا شايفة إن إحنا نقوم بقى عشان ألحق ميعاد الطيارة ولا إيه؟ لسه بدري، إحنا جايين قبل ميعاد الطيارة بثلاث ساعات، وكمان إحنا جوه المطار نفسه. يا دوب يا دكتوره عشان الحق بس اوزن الشنط ويطلعوها على الطياره. طب استني بس لما نشرب الطلبات اللي طلبناها يا بخيله. وعلى فكره انا اللي هدفع الحساب. بصراحه بقى يا دكتوره السفريه دي من اولها لاخرها انا مش مقتنع بيها. هاشم وبعدين معاك بقى هاشم. خلاص ده فات اوانه خلاص. وبعدين جامعه سوريا دي تعتبر من اعرق الجامعات، وسوريا زي مصر بالظبط، يعني مفيش غربه. ايه ده، شوفوا مين اللي جايه دي. انوار، معقولة بقى اللي بيحصل ده؟ صدقيني صدقيني والله البنت بريئة وما تعرفش أي حاجة عن موضوعك. وبعدين معاك يا صباح ما فيهاش حاجة. مساء الخير. مساء النور يا أنوار. أهلا يا أنوار. شفتي بقى، أول ما عرفت إنك مسافرة قلت لازم أجي أسلم عليك. متشكرة قوي قوي يا أنوار. على فكرة والله أنا بحبك قوي قوي. أنا مش فاهمة حاجة. هي مالها يا دكتورة؟ أحب أقول لك يا أنوار، لو عرفتي هي مسافرة ليه هتحبيها أكتر. أرجوكي بقى يا دكتورة من فضلك. يبقى الكلام اللي أنا سمعته صح والحكاية فيها ناصر.